قبل مباراة الزمالك ونهضة بركان، وهذه التصريحات هذه المرة للسيد فوزي لقجع وهو رئيس نادي نهضة بركان وهو رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، يرد فيها على تصريحات الزمالك وتصريحات رئيس نادي الزمالك فيما يتعلق بهذه المواجهة الساخنة، بل والساخنة جدا. تعالوا نشوف مع حضراتكم هذه التصريحات التي أدلى بها للموقع الرسمي وبعدين نرجع نكمل كلام. أنا أولا أن هذا الموضوع والرد على مرتضى منصور ما كنتش باغي نخوض في هذا الموضوع، لكن بما أنكم طرحتي السؤال فأنا غادي نجاوبك. أنا هذا السي مرتضى منصور لم ألتقي به في أي وقت من الأوقات، صدير اليوم ما تنعرفش أنا مرتضى منصور وما تعرفنيش. كان بيناتنا اتصال واحد في السابق، وكان بخصوص أنني نسمح للاعب خالد بوطيب انه يغادر المعسكر تاع الفريق الوطني في شهر مارس باش يلتحق بفريق الزمالك، وكان ردي واضحا وقاطعا وقلت له لا، لانني الا كان غادي نسمح لبوطيب يمشي للزمالك خصني نسمح بعد اللاعبين تاع فريق الرجاء الرياضي يلتحقوا بالرجاء البيضاوي باش يمشيوا يلعبوا السوبر كوب الى غير ذلك. وقلت له بانه احنا في تدبير الفريق الوطني هذه الامور غير قابله للنقاش، ما عرف أنني جاوبته باحترافية وبأدب وبلبقة. إن كان قد آخذني على هذا الرد فما فيها بس، ما كاين حتى إشكال. أما فيما يخص التحكيم وباش نتكلم بشكل واضح، إلا كنا اليوم بغينا نديرو تقييم للتحكيم الأفريقي ونديرو ونوضعوا الأمور ونخضعوها للنقاش ما عندي حتى إشكال، ولكن نفتحوا النقاش ونشوفوا شكون اللي هذه 20 سنة هو تيستفد بالألقاب سواء القارية أو يعني نتاع الأندية، لأنني لا أعتقد بأنه شي جامعة كتسخر ولا كتشتغل في الكواليس نتاع التحكيم باش أنها تخسر. أنا اللي في علمي أنه اللي ربحوا ماشي هما المغرب، هذه 20 سنة ما هو لا الفريق الوطني في مختلف الفئات السنية ولا الأندية الوطنية بعد مجهود كبير هذه 5 سنوات تنحاولوا أننا الفريق الوطني ترجع للصعيد القاري والفريق الوطني ألف يرجع للصعيد القاري، نجحنا إلى حدود معينة ولكن راه مازال الشيء الكبير. وإلا بغينا نتذكروا هذه 20 سنة نشوفوا شكون اللي ترأس لجنة التحكيم، وأنا نقول لك شكون اللي ترأسها. ترأسها اليوم يترأسها السي وبيري من جيبوتي، قبل ترأسها السي طارق بوشماوي من تونس، وقبل ترأسها الإخوان المصريين، وهذا دون الخوض والحديث عن الناس الذين يشتغلون داخل كل الأجهزة المدبرة لكرة القدم الأفريقية. على إيه أنا إلا بغى السي مرتضى منصور ولا غيره يفتح النقاش الواسع في كل تجلياته أنا موجود. ثانيا أنا كعضو اللجنة التنفيذية ويرجع السيد منصور ولا شي حد آخر لتقارير الكاف ومحاضر اجتماعاتها اللي كتقول أنه أنا اللي طالبت باش الفار يطبق بصورة شاملة وتلقائية لكل اللقاءات الرسمية سواء تعلق الأمر بالمنتخبات الوطنية أو بالأندية، وأنا ما زلت أتشبث وأقول له ولغيره أنني كنت وراء استعمال الفار في المباراة النهائية اللي غادي تجمع بين بركان والزمالك. أكثر من هذا وذاك احنا غادي نديرو واحد التحدي بسيط، إلا كاين شي لبس على الأهداف اللي سجلت نهضة بركان أمام الصفاقسي، أنا أقول لك كرئيس نهضة بركان وراك رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بركان تنسحب من هذا النهائي ما نلعبوش، احنا قابلين تلعبوا الصفاقسي إذا كان في أدنى لبس. ولكن اللي بغى يعطينا الدروس ما خصوش يقبل الأخطاء التي تسمح بكرات تعدت خط المرمى بالأمطار وبفضل هذه الأخطاء تأهل، ما يجيش يعطينا الدروس
واللي عطينا الموعد على ايه. انا قلت لك لن ولم ولن اسمع. اما فيما يخص الحفاوة والاستقبال اقول مرة اخرى، لانه هذا الاخ هذا اللي تكلمت عليه تحدث عن افتشيرنا ولا صنات، هذا الفندق الذي كانت تقيمه ويقيم فيه فريق صفاقسي هو فندق سميته بيل لايف بشاطئ السعيدية، هو فندق من 5 نجوم باش نعطيك الوضوح. وهذا الفندق في التقرير نتاعو من ديكلونشات لا سونيت الا كاين غير شي واحد من بركان، انا اقول لك ماشي من نادي نهضه بركان، غير من بركان، يا كاين لي كاميرا في الكولوار قبطوا شكون اللي دار السونيت. مزيان انا غادي نقول لك وشنو كان في التقرير، الا كان واحد من بركان هو اللي دار داك السونيت بركان تنسحب من النهايه. لا يشرفون اننا نلعبوا النهايه وحنا مفيقين الناس في 5 الصباح، ولكن ما يعطوناش الدروس اللي تيديروا العرسات في لوطيلات اللي تيكونوا فيهم الفرق المنافسه حتى للربعة نتاع الصباح. جيد، الان نرجع للفندق. الفندق في التقرير الرسمي نتاعو اتصلوا به، هذا الفندق اتصلوا به ديكلونشات لا سونيت دالارم لان كانت الشيشه في البيت. دوك هذا الاخ المحترم اللي بغى يتكلم على الحدث انصحه انا ما تنهددوش لانني لن اقبل التهديد، انا ما تنهدد حد لانني انا شخصيا ما تنقبلش التهديد، انا غير تنصحو انه يشوف مع اللاعبين نتاعو ما يكرروش نفس الحادث. هذا الشيء اللي كاين باش يكونوا في مستوى ان شاء الله المباراه النهائيه. ونقول ليه بان ممارسه الضغوط النفسيه على الفرق الخصم هي داخله في اطار كره القدم، ولكن اساليبها تطورت. وعليه وعلى صديقي واخي رئيس نادي الزمالك ان يطور اساليبه حتى يساير افكتيفمون يساير مستوى وطموح وموقع الزمالك النادي العربي العريق والعتيد. اما فيما يخص الحفاوة انا اقول لك وقلتها وساقولها، مرحبا بالجمهور المصري العربي الشقيق في بلده الثاني المغرب وفي مدينته، وسيكون في ضيافة أهل بركان وأهل المغرب الذين لا يحتاجون إلى أحد للتذكير بتاريخهم الذي يمتد لأكثر من 14 قرن من الحفاوة وكرم الضيافة والتاريخ والمشاركة في الحضارة الإنسانية بشكل فعال. وأقول مرة أخرى لهذا الجمهور أنه سيجد جمهور بركان في استقباله، ولكن في أخوة وتلاحم، وكرة القدم ستلعب فوق أرضية الميدان في مباراتين، وسأكون أول من يهنئ الفائز بالكأس سواء من موقعي داخل الكرة المغربية أو الكرة الأفريقية. والنقاش في الأمور الأخرى أنا مستعد في أي وقت من